نحن دعاة سلام ونعمل من أجل السلام لشعبنا ولكل شعوب العالم، وندافع اليوم من أجل أن نعيش بسلام. فسيروا على بركة الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. خطت آدم كن على الأرض هزارة، انتو الأحبة والكون الصدارة. خطت آدم كن على الأرض هزارة، انتو الأحبة والكون الصدارة. على أقدامنا سقط المحال، وأورقت الرجولة والرجال. كتائب من ترابك يا بلادي، نبتنا من صمودك ما نزال. أجل، سقط المحال في تشرين حين زغرد الرصاص معلنا انتصار الإرادة العربية وتحطيم أسطورة البغي والعدوان. وقد خلد الشعراء هذا الانتصار العظيم بالقصائد التي عبرت عن عظمته، ومن هؤلاء شاعرنا محمد كامل صالح في قصيدته السادس من تشرين، فلنستمع معا لهذه الأبيات. بذرت في الأرض حبات الشموس فيا للزهو، أي سنا في أرضنا شهدوا. لولاك حمى حزيران بنا فتكت، وما نجا بيننا من شرها أحد. غيرت منا فلم تهدر مدافعنا في الجو حتى أفاقت أنفس جدد. شهر الجنى زرعوا أجسادهم قيما على ثراك، فيا لله ما حصدوا. تبارك جذوة شبت بهم أنفا، فما خبوا أبدا إلا ليتقدوا. يعانقون الثرى حبا كأنهم بتربة الوطن الدام قد اتحدوا. يا قلعة المجد مد الظل، يأوي له من يمم الساحة في شوق ومن قصدوا. من أدركوا أنه لا سلم في بلد إلا إذا زال عنه الغصب والنكد. وأن جلق يوم الهول رائدة، وأنها في عيون الطامع الرمد. بعد استماعنا للنص ننتقل إلى تلمس الخطوط العريضة له التي نراها في الفكر الرئيسة والفكرة العامة. ففي المقطع الأول نلاحظ مجموعة من الكلمات والعبارات التي توصلنا إلى فكرته، مثل بذرت حبات الشموس للزهو سنا لولاك حمى حزيران بنا فتكت، غيرت منا أفاقت أنفس جدد. وهذا يعني أن فكرة المقطع الأول هي إعادة انتصار تشرين الكرامة العربية. أما فكرة المقطع الثاني فيمكن استنتاجها من مجموعة أخرى من الكلمات والعبارات، مثل زرعوا أجسادهم خبوا، ليتقدوا، يعانقون الثرى حبا، كأنهم بتربة الوطن الدام قد اتحدوا. وبناء على ذلك تكون فكرة المقطع تمجيد تضحيات أبناء الوطن في تشرين. وفي المقطع الثالث نجد الشاعر قد أكبر من شأن دمشق وأبناء الوطن، وهذا ما برز في قلعة المجد يمم الساحة، وأن جلق يوم الهول رائدة، وأنها في عيون الطامع الرمد. ولذلك نستطيع صياغة فكرة المقطع على النحو الآتي: عظمة دمشق وأبناء الوطن الأبات. وبإمعان النظر في الفكر السابقة يمكننا أن نستنتج الفكرة العامة للنص، وهي التغني بانتصار تشرين وتضحيات الشهداء. أما إذا انتقلنا إلى المعاني التفصيلية للأبيات، وجدنا أن الشاعر يتحدث في البيت الأول عن مشاعر العزة والفخار التي أعادها انتصار تشرين إلى ربوع بلادنا.
هذا الانتصار الذي حمانا من آثار نكسة حزيران التي كادت تدمر النفوس من دون أن ينجو منها أحد. إن أصوات مدافع جيشنا استطاعت أن تزيل الآثار النفسية لنكسة حزيران من نفوسنا وأن تعيد لنا الثقة من جديد. ثم ينتقل الشاعر إلى الحديث عن الأبطال الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في حرب تشرين، فمثلوا أعلى القيم وأسماها. هؤلاء الأبطال المباركون الذين كانوا شعلة نار تحرق المعتدين الصهاينة، قد اختاروا الشهادة دفاعاً عن الأرض والكرامة، فتحولوا إلى منارات للأجيال القادمة. لقد جعلوا تراب الوطن معشوقهم الأكبر، فقرروا البقاء معه، فامتزجت دماؤهم الطاهرة بذراته. أما دمشق فهي رمز العزة والشموخ، دوماً تحتضن أبناء عاهدوا أنفسهم على تلبية نداء الوطن والدفاع عن حرماته. لقد عرفوا أن الحياة السعيدة لا تتحقق لهم إلا عندما يدحر العدو وتزول آثاره. وتبقى دمشق قائدة العروبة في معارك المواجهة وأيام الشدة، وتبقى شوكة في عيون المعتدين الطامعين. وقد حشد الشاعر لقصيدته مجموعة من الوسائل الفنية التي أسهمت في إيصال الفكر والمعاني وزادت النص جمالا. ففي البيت التاسع نلاحظ الجملة الاسمية أن جلق يوم الهول رائدة، فهذا لم يأتي من فراغ لدى الشاعر، فقد بدأ النص بضمير المخاطب بذرت ليؤكد قرب روحه من هذا النصر، ثم استعمل ضمير الغائب في المقطع الثاني زرعوا تباركوا ليمجد ما صنعه أبطالنا حين ضحوا بأنفسهم، وصولاً إلى الجملة الاسمية في البيت التاسع ليؤكد ثبات تفرد دمشق وتميزها في الصمود أمام الشدائد، لأن ذلك حقيقة مستقرة لا شك فيها في نفس الشاعر. ونجد في قول الشاعر يا قلعة صورة بيانية جميلة، فقد جعل الشاعر دمشق مشبهاً وجعل كلمة قلعة مشبها به، ثم حذف الشاعر المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. ولا يمكننا تجاهل المحسنات المعنوية ودورها في إضفاء الجمال الفني بين ثنايا المعاني. ففي البيت الخامس قال الشاعر تباركوا جذوة شبت بهم أنوفا فما خبوا أبدا إلا ليتقدوا، فالطباق جلي بين خبوا يتقدوا، وهذا ما أسهم في توضيح المعنى، إذ وضح الطباق عظمة المضحين الذين عدوا منارات للأجيال من خلال إبراز التناقض الحاد بين الاتقاد والخبو. ستبقى حرب تشرين ملحمة شاهدة على انتصار الإرادة على قوى البغي والعدوان، وسنبقى أوفياء لنهج تشرين حتى استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في درس جديد. كتبتم على صفحات السنين رسائل تبقى حكايا البنين، كتبتم على صفحات السنين رسائل تبقى حكايا البنين، وإكليل غار يدين الجبين وثورة عز أبد أنت لين قلتنا حماية.